شيء، ووصفه فلان، وصفه علان. طبعا هذه الاشياء على انها اصلا غش تجاري، هي اصلا كمان كذب ما لها اي علاقه بالتخسيس. صدقوا يا جماعه انه في ناس مسكوهم في الخلطات هذه، يدسوا فيها ادويه، يطحنوا فيها ادويه. من الادويه المشهوره اللي يحطوا فيها دواء الغده الدرقيه اسمه ثايروكسين، يطحنوه بكميات كبيره. فانت لما تاخذ الخلطه، والله بنزل وزني يا دكتور، بنزل فعلا. هي صح بتنزل، بس في مصيبه في الخلطه هذه انت ما تدري عنها، ممكن تموت انت. يحط فيها ادويه انت ما تدري عنها، فممكن فعلا لها فعاليه بس هي بتضرك اصلا. وياما ناس جو المستشفى باستخدام الخلطات، يا ارتفاع في انزيمات الكبد، فشل كبدي، يا حالات وفاه، يا حالات فشل كلوي كثير. لا تتخيل انه الشيء اللي انت بتاخذ هذا والله ما ممكن يضرك، لا ممكن يضرك. الناس اللي برا ترى ما هم بس يعني يبغوا يعطوك حاجه تفيدك، والله انا ابغاك بس ينزل وزنك، لا هو يبغى يستفيد منك ببساطه. لما يعطيك حاجه فعلا تنزل وزنك حترجع له انت ثاني، صح؟ وحتقول له فلان وعلان وكذا. فانتبهوا من الموضوع هذا. الهيئه العامه للغذاء والدواء السعوديه نشرت تحذير عن بعض المنتجات المرتبطه بالتخسيس، وهذا صوره لها مشهوره جدا، كان فيها غش وكان فيها مواد محظوره، استخدام مواد طبيه بدون تصريح، بدون ما يدري حتى المريض. قد سمعتوا عن العسل الملكي؟ ممتاز. سمعت عن الشوكولاته الملكيه؟ من اكثر المواضيع اللي دائما يلعبوا فيها موضوع الصحه الجنسيه. كيف الصحه الجنسيه يا جماعه؟ بيقول لك انه هذا العسل والله ممتاز للرجال، يرفع القدره الجنسيه، يزيد ما ادري ايش، يرفع الشهوه. طب هذا الكلام صح ولا غلط؟ ممكن؟ هل في اكل معين اصلا ممكن يرفع الشهوه والقدره الجنسيه؟ لا، ما في حاجه زي كذا علميا، ما في شيء زي كذا علميا، ما في شيء زي كذا. بس اذا في شيء انت مقتنع فيه بنفسك، سواء جمبري ولا سمك ولا ايا كان، هذا قناعتك انت. ايوه، شيء ارتباط نفسي. لكن اللي صار هنا انه العسل الملكي هذا منتج كان موجود في السوق، والشوكولاته الملكيه حاطين فيه دواء للعجز الجنسي. هاي تخيلوا يا جماعه، دواء خطير اسمه تادالافيل. الدواء هذا مده فعاليته طويله جدا، يعني يقعد في الجسم فتره طويله. لو مريض ضغط لا سمح الله، او بعض المرضى اللي عندهم بعض الادويه، ممكن يموت في وقتها، لانه له عوامل خطيره جدا. هم حاطينه بدون اي خوف ولا رقيب. الهيئه العامه للغذاء والدواء حذرت برضه من هذه المنتجات، ومسكت فيها هذه الادويه المغشوشه للاسف. طيب اخر واحد ومن اشهر الاشياء اللي دائما وابدا عليها اشاعات، فيتامين د. عندك صداع، فيتامين د. رجلك انكسرت، فيتامين د. حلقك تعبان، فيتامين د. اي شيء صار لازم يجي كل مريض المستشفى يدور على الفيتامين د. طب هل هو فيتامين د مسؤول عن كل الاشياء دي؟ لا. ايش وظيفه فيتامين د اصلا؟ احد يعرف ايش وظيفه فيتامين د؟ هو شوف هذا شيء جدا مهم. قال انا رحت المستشفى ولقيت فيتامين د ناقص. طيب هل نقص فيتامين د هو السبب المباشر، ولا ممكن حاجه عرضيه صدفه؟ ممكن تكون صدفه، ممكن جدا. ايوه، اذا عندك نقص فيتامين د لازم تتعالج، هذا ما في كلام. سواء انت عندك اعراض ولا ما عندك اعراض، هذا شيء ثاني، لازم تتعالج اكيد. الشيء المهم يا جماعه انه ممكن يكون بالصدفه، معظم الحالات اصلا صدفه، انت ما تدري ان عندك نقص. الشيء الثاني، فيتامين د علاقته الاساسيه بالعظام والعضلات. يعني اكثر شيء ممكن يسويه الام في العضلات، اذا مره شديد النقص ممكن يسوي هشاشه في العظام على المدى الطويل، غير كذا ما يسوي شيء. امراض قلب وسكري وكذا، هذا ما في عليها اي اثبات علمي. فلا تحطوا في بالكم تهويل عن فيتامين د. اذا لقيت في نقص تعالج، بالعكس ممتاز. اذا ما عندك نقص خذ كمان جرعات تكميليه، ما في اي مانع. بس لا تعتقد انه فيتامين د هو اكسير الحياه والمرض كل شيء فيه.